السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزي المشاهد اشترك في القناة واضغط لايك وفعل الجرس واعمل مشاركة للفيديو. عنوان هذه الحلقة: الدول الأكثر فسادا. السودان في فتيل، وعمر البشير في فتيل، أحمد هارون في فتيل، والحكومة السودانية في فتيل. يا أخواننا، حيث يصنف السودان من الدول الأكثر فسادا، حيث يقع في المرتبة السادسة، وجنوب السودان يقع في المركز الثاني. يا جماعة، هذا المحتوى مقدم من قناة مساحة، سوف أضع لكم رابط القناة في الوصف أسفل الفيديو. فسادا في العالم، المركز السادس السودان. ثورة شعبية ولدت في السودان سنة 2018، انتهت بأن تم عزل عمر البشير من السلطة، والتي حكم فيها السودان بقبضة من حديد من سنة 1989 لسنة 2019. كان أهم سبب لقيام هذه الثورة هو الفساد، وكان أهم هدف للمحتجين والقوى السياسية المشاركة في هذه الاحتجاجات هو القضاء على الفساد الذي جعل السودان من أفشل الدول في العالم سياسيا اقتصاديا واجتماعيا. نخر الفساد في السودان كل أجهزة ومؤسسات الدولة. لن أخبركم عن قوة السودان الاقتصادية وما يوجد فيها، لأنني نشرت حلقة كاملة عن السودان، أتمنى أن تشاهدوها. في هذه الحلقة بيّنت لكم أشياء عن السودان أنا متأكد أنك ستصاب بالصدمة والدهشة إذا سمعتها، ولكن رغم انتهاء حكم البشير سنة 2019 وقدوم حمدوك، لا يزال ينبوع الفساد مفتوح، الأمر الذي جعل منظمة الشفافية العالمية تصنف السودان كسادس أكثر دولة فسادا في العالم، حيث تقدر بيانات مستقلة الخسائر المباشرة والغير المباشرة للفساد في السودان، والذي كان رأس هرم السلطة فيها الرئيس البشير وأسرته وكل المقربين منه خلال الأعوام الثلاثين الماضية بنحو تريليون دولار. ولكي تعلموا ما يستطيع فعله هذا الرقم، التريليون دولار، هذا المبلغ صديقي كفيل بأن يحول الصحراء المغربية التي هي نصف المغرب إلى جنات وحدائق، وسيبقى هناك فائض كبير من الأموال. فأين ذهبت كل أموال السودان لهذه الدولة؟ وأنت تعرف ما أقصد. المركز الثاني، جنوب السودان. بدأت كارثة السودان أو جنوب السودان في اليوم الذي انفصلت فيه عن الدولة الأم السودان. في أغلب الأحيان الانفصال في قاموس الدول لا يجلب إلا الكوارث والمصائب، وبالخصوص في دول جنوب الكرة الأرضية. إلى اليوم لم أرى في حياتي إقليم كان يطالب بالانفصال وفعلا انفصل وتحسنت أحواله وازدهر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالخصوص في إفريقيا. ولكي تعلموا خبث الدول الغربية، فهي دائما تدعم الانفصاليين في أي مكان في العالم، لكنها ترفض رفضا قاطعا أن يتم انفصال أي جزء منها. بقي المتمردون في جنوب السودان يقاتلون لنحو نصف قرن من 1955 ل 2005 لينفصلوا عن السودان الأم. كانوا يحلمون بأن يصبحوا دولة غنية آمنة ومزدهرة بعد الانفصال، كانت كل الفرص تسمح بأن يصبح هذا الحلم حقيقة. ف 75 من ثروة النفط السودان أصبحت تحت أراضي جنوب السودان، ومساحة جنوب السودان تفوق مساحة فرنسا وتقارب 620 ألف كيلومتر مربع. هذا يعني آلاف الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة وملايين رؤوس الأبقار والمواشي. ولكن المضحك المبكي، فعلا جنوب السودان حقق حلمه وانفصل عن الدولة الأم السودان ليصبح ثاني أفشل دولة في العالم وأكثرها مجاعة وفقرا. إضافة إلى ذلك، أصبح واحد من أكثر الدول في العالم ذات مستويات خرافية من التضخم. أما أعزائي المشاهدين، لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس واضغط لايك واعمل مشاركة للفيديو. شكرا على المشاهدة.